عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير، تشاهدوا هذا الفيديو ان شاء الله بصحه جيده. اليوم ان شاء الله غادي نفصل معكم واحد الموديل ديال لافيست والسروال، الفرق اللي غيكون على لافيست اللي فصلت معكم في المره الفايته، راه كاينين، راه كاينه عندي في القناه، هي سروالها هذا. هذه غتكون عندها كل شال، الاخرى كانت كل طيور. دابا ان شاء الله غادي نبداو على بركه الله. عندي هنايا الثوب من هذه الجهه مسدود، غادي نفصل اول حاجه نفصل الظهر من هنا، راه مسدود، والجهه الاخرى راه عندي محلوله حاشيه في هذه الجهه. هذه كنجيب الثوب، هذا هو التالي ديالو من هذه البلاصه. غادي نشد الطول ديالي هنايا شحال عندي، عندي انا 89 في لافيست، غنشد من هنا التالي. هيا فين جاياني 89 هنا، وغنزيد 3 سنتيم ديال لوغلي، هيا جاياني هنا، غندير خط، ندير خط مستقيم هنايا. غادي نحط الكتف ديالي، عندي في الكتف 20، ندير 21 ونهبط 3 ديال السنتيم ديال الكتف. نهبط هنايا 21 وقبالتها نجي 21، هنايا سبقت هنايا الظهر باش غادي نديرو بحال الباترون ديال الامام، غناخذ عليها الامام. ثم ان شاء الله غادي تشوفوا معايا هذا الموديل، حتى هو راه ساهل بحال الاخر. هذا الخط ديال الصدر، عندي في الصدر 25، غنزيد سنتيم ديال الخياطه. راني قلت لكم هنايا بالنسبه للزياده ديال الخياطه اللي بغا يزيد سنتيم، الا كنتي مأكده من العبار ديالك زيدي سنتيم ديال الخياطه. ما كنتيش مأكده ولا الثوب مثلا كان كيتنسل، ولا كنتي كتاخدي سنتيم في الخياطه وسنتيم في السورجي، زيدي جوج سنتيم. انا هبط 14 هنا ونهبط هنايا من الدوره ديال التركيز البطن 14، ومن البطن الحوض 14. البطن عندي 23، نزيد سنتيم ديال الخياطه. الحوض عندي 28، هنا الدورة ديال الكول ديال العنق ندير فيها 7، ونهبط هنايا جوج سنتيم في ديال الخلف، ندير لها دورة هكا غير بيدي. هنا نجيب بيستولي، غادي نلاقي هاد الخط، هاد النقطة هادي مع هاد النقطة هادي، غادي نلاقي هاد النقطة هادي مع النقطة ديال البطن، نقلب عندي بيستولي ونلاقي هادي ديال الحوض مع ديال البطن، نحاول نقوصها شي شوية ما تجينيش بحال المثلث هنايا. نشوف شحال غندير ديال الايفازي فيها، غادي من احسن ما نديرهاش ايفازي حيت باش هبطني نيشان لافيس ما كتبغيش تكون باش ما تجينيش مجنحة. هنا دايرة 29 بالخياطة، غادي نهبط لتحت غندير واحد 32، منديرش ما تجيبش ما تجينيش ايفازي، انا بغيتها تهبط لي تقريبا النيشان صافي. وربط هاد النقطة مع النقطة ديال الحوض، غنربطها
غنصايب هاد النقطه هذه لهاد النقطه هذه داك 3 سنتيم اللي كنهبطوا بها في الذهب. هنا ما تدخلش في الثوب، صافي هذا هو الظهر ديالي. غادي نصاوبو هنايا، غنجيب هاد الجهه هادي هي اللي نخرج منها الامام وغنقادو عليها ونولي نرجع معاكم. هنا قديت الظهر على هاد على الامام، هنايا هاد الحاشيه اللي عندي هنا محلوله كما شفتوا، الظهر خرجتو من هاد البلاصه هادي من هنايا وقلبت الثوب عندي، ها هي الحاشيه. خليت من هنا 10 سنتيم باش هنا غادي ندير داك الكول اللي غيجيني داير من الخلف اللي غيجي لاصق هنايا في هاد الدوره ديال الخلف، وخليت من هنايا واحد 8 ديال السنتيم في غيكون المارد ديال الصدايف، وفي غادي يجيني كل شال هنايا. هنا ان شاء الله غادي نبدا، غادي ناخذ 3 ديال السنتيم، هاد 3 سنتيم ديال المارد الصدايف اللي غيكون عندي فيها صديفات، غنهبط هنايا على طول الظهر 3 سنتيم. نولي ندير خط من هاد الجهة باش من نحيد الظهر يبقى باين ليا فين عندي خط ديال الصدايف. وغادي ندور هنايا، غادي نكمل هاد البليصه هنايا. دابا غادي نحيد هاد الظهر كما شفتوا، هادي 3 سنتيم ديال الصديفات. غندير بعدا الخطوط ديال الصدر والبطن باش عليهم غادي نشوف فين جايني فين غندير كولشال، واش غنديرو في خط ديال البطن ولا في خط ديال الصدر. انا غنديرو في خط ديال البطن، هادي ديال بنتي بغاتو يكون هابط شويه يكون محلول، انا ب 14 هنايا ندير خط. هذا هو الخط ديال البط وهذا الخط ديال الصدر. غادي نجي انا غندير من هنا، خصني يجيني محلول حد هنايا فهاد البليصه هادي يكونوا صديفات هنايا. غنجيب هاد المثلث وغنشدو من هنا، غنشدو من هاد البلاصه هادي غادي نحطو هكا، نحطو فهاد النقطه هادي اللي درت ديال الحزام، ونجيبو لهنايا فهاد النقطه هادي الدوره ديال 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 الكول ديال الخلف هنايا، وغادي ندير وغادي نطلع هنايا فهاد الدوره ديال الخلف. عندي فيها 8 ديال السنتيم، غادي نطلع هنايا 8 ديال السنتيم. غنجي لهنا غنحط 8، ها هي فين جاتني، وغنجي لهاد البلاصه هادي وغادي نخرج عاود 8. هذا هو الكول ديالي غيكون حد هنايا. غادي نجيب هاد الخطوط هادي غنجي لهنايا، غنخرج بشحال ما بغيت يكون عندي عريض 8 9 شحال ما كنت باغا انايا، انا غندير فيه غير 8. ونعاود خرج قبالته هنايا 8 ديال السنتيم، غادي نزيد 3 ديال السنتيم ديال الكول باش يجيني كبير شويه. الا بغيتو تزيدو هنا غير جوج زيدو، بغيتو تزيدو اكثر من 3 تزيدو 4 شحال ما بغيتو تزيدو هنايا. انا غنزيد 3 ديال الصدايف و 3 ديال الكولشير، غنزيد 3 هنايا.
هنايا غادي ندير هذا الخط هذا غنزيد واحد جوج سنتيم ديال الكول باش يجيني داير من اللور يجيني مرتاح غادي نصيبها لهنايا الا كتبان لكم هي هذه باش يجيني الكول داير وهنايا غادي ندور غير بيديا فهاد البلاصه هذه كما شفتوا معايا هذا هو الكون ديالي هذا هو الكورشال ديالي دابا غادي نجي لهنايا غنهبط 14 ديال السنتيم ونقص جوج سنتيم ديال هذا ديال الامام هنا غنقص جوج سنتيم ديال الكتف ديال الامام وغادي نصيبها لهنايا الزيرو هنا راه خليت واحد شويه واحد سنتيم ما كاملش ديال الخياطه ومن هنايا خليت واحد سنتيم على حساب الامام راه كيكون زايد شويه على الخلف واحد سنتيم ولا جوج دابا غنحط باش نقطع من التحت غندير هنا خط مستقيم ونطلع من هنا واحد سنتيم ونص ولا جوج ما نطلعش بزاف على حسب ما عنديش هنايا ايفازي ولا باش غادي نطلع ونجيبها من هنايا من المنتصف ونطلع واحد شويه غير واحد سنتيم ونص كما شفتوا هذه هي لافيس ديالنا دابا غادي نفصلوا الكمام نطراسيو بعدا الجيه فين غادي يجيونا هنا كما شفتوا علمت الجيب ديالي هبطت هنا على خط الحزام هبطت واحد 6 سنتيم ودخلت من هنا بخمسة على الجنب على الخياطه اللي عندي في الجنب وحطيت هنا 14 درت خط مستقيم هنايا خط 14 وعلمته وطبعته هنايا في الظهر في الوجه عفوا هذا هو الوجه ديالهم باش ملي نجي نخيط نعرف فين عندي الجيب دابا غادي نعبر التركيز ديالي شحال فيه باش نفصل الكمام عندي 24 هذا الموديل هذا راه كيحتاج 3 متر كتكون لافيس طويله شويه هنا درا وخدها غير الطراف خذاه بالكيلو هنا غادي نحط الكمام ديالي 23 غنهبط من هنايا 13 ونسير بخط الطول ديالكم عندي فيه 60
سين ونزيد 3 سنتيم ديال لوغلي. من فم الكم ولا المونش ديالي غيكون عندي غندير فيها ندير فيه 13 بالخياطة على حساب شحال ما بغيتي ديري فيه، الا بغيتيه يجي محلول ولا يجي مجموع ولا يجي كبير. هاد النقطة هادي نصيبها على هاد النقطة هادي، ندا 17 في الدرع، نهبط من هنايا واحد 7 ديال السنتيم ونحط الدورة ديال الدرع ديالي، نزيد سنتيم ديال الخياطة ولا سنتيم ونص. هاد المسافة اللي عندي هنايا غادي نقسمها على جوج، ونقسم هادي على جوج وهادي على جوج، غادي نخرج هنا سنتيم وغادي ندخل هنا سنتيم، غادي ندي هاد الخط هكا. هذا هو الكم ديالنا، هذا ديال لافيست، الا بغيتو تزيدو تهبطو هنا حتى ل 14 باش يجيكم واقف بحال لافيست اللي كيجيو كيتباعو، كيجيو كيجي الكتف واقف. هنا انا هبطت 13 باش ما كيجيش عاود هذاك اللي كيجي واقف كيجي شويه كيشنق، ملي كتزيد داك ما كتقديش تزيد داك. هذا بغيتو شويه يجي مرتاح. هذا هو الكم ديالي، غادي نجي نحلو، غادي نعلم هنايا باش نبقى عاقلة على هاد الجهة هادي، غادي ندخل هنا واحد سنتيم، نجي ناخدها من هنا تقريبا من المنتصف. هادي غتكون من الجهه ديال الامام، دابا غندير التبطين ديال الكول وجاتو كما شفتو، ديت هاد الطرف هذا اللي شاطلي من الكم انا طاويه هنا على جوج باش نخرج التبطين ديال الدوفات بجوج، وجبت هذا الامام حطيتو عليه هكايا. صافي حطيتو هكا مقاد، غادي ندخل هنايا واحد 6 ديال السنتيم، ها هي جايه على الحاشيه هنايا، غادي نطلع هنا مع هذا الكول حتى هو، غندوز مع هكا الطباشير كامل. صافي دابا غنحيدو، ندير هنا فيه 12 فهاد التبطين، ندير فيها 12 ديال العرض.
هذا التبطين ديالي ديال الدوفات بجوج، وهذا الكول جي هكا. دابا غادي نفصل الجياب مع الطرف اللي شاطولي. ندير 20 في العرض. هنا نديرها فيه 40 طول.